اسكندرية شهدت أمطار غزيرة وتقلبات في الأحوال الجوية، عشان كده شركة الصرف الصحي رفعت حالة الطوارئ للتعامل مع أي تجمعات للمياه بشكل سريع. معنا على التليفون اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل. يا ست اللواء صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، على حضرتك والاستاذ جمانه والساده المشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نطمن من حضرتك على حاله الطقس حاليا في اسكندريه. لا والله الحمد لله، الامور النهارده الحمد لله احسن كتير، الجو شتوي جميل والشمس طالعه والدنيا جميله الحمد لله يعني. طيب، يعني طول الليل كان في بعض الامطار برضو على بعض المناطق في اسكندريه، وخلال الفتره اللي فاتت يعني حضرتك احنا رافعين الحاله تعداد الامطار دي من يوم الجمعه السابقه، يوم الجمعه السابق يعني امبارح كان اليوم السادس لينا على التوالي كده، رافعين الحاله وناشين عربياتنا وبدلاتنا. انت عارف الاسكندريه طبعا بتتعرض لطقس يبقى غالبا يعني اكثر امطارا واكثر تقلباتا، فمن الجمعه اللي فاتت لحد امبارح رافعين الحاله، وطبعا صادف الفتره بتاعه رفع الحاله دي الفتره بتاعه الانتخابات، رئاسه الجمهوريه لانتخابات العرس الانتخاب الجميل اللي تم، فكان لازم كل الاجهزه تكون مستنفره عشان يعني تتم الامور على خير الحمد لله. طيب سيادة اللواء، برضو خلينا نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين خاصة أهالينا في اسكندرية، هل في أماكن فيها تجمعات مياه لسه؟ هل في أماكن مفروض يعني بيحاولوا أن هم يبعدوا عنها عشان يتفادوا الزحمة، أو حتى يدوا فرصة لعربيات شفط المياه أن هي يعني تقوم بعملها؟ لا الحمد لله يا أستاذ جمانة، يعني بقول لحضرتك خلال الفترة اللي احنا يعني أكثر من 180 سيارة ومعدة منتشرين في على مستوى المحافظه بالكامل. اي امطار باي تجمعات بتحصل بنتعامل معاها على طول، الحمد لله ما حصلش في خلال الفتره اللي فاتت اي اعاقه مريه او اي مشكله الحمد لله. انما بعض الاماكن اللي هي برضو لسه ما تنفذش فيها استراتيجيه الامطار بيحصل فيها تجمعات وبيتم التعامل معاها على طول، يعني انما ما لم يحدث اعاقه مريه او اي مشكله على مستوى المحافظه بالكامل. طيب سياده اللواء، هل احنا دلوقتي في وقت نوه؟ وحضرتك طبعا احنا النواه زي ما قلنا قبل كده لحضرتك مع التغيرات المناخيه بقت تغير توقيتاتها، يعني احنا كان دايما غالبا نوات المكنسه، نوت عيد الميلاد، نوت راس السنه، نوت كذا، كل واحده من دول لها توقيتات، انما غالبا مع التغيرات المناخيه بقت التوقيتات تتغير يعني. فاحنا متابعين معايا الارصاد ساعه بساعه ويوم بيوم بتتغير يعني بفرق كبير يا فندم. توقعات قبلها بفتره يعني. طيب يعني الوقت النوى ده يا فندم بيتغير بفتره كبيره يعني بفارق كبير، ولا ممكن ايام بس قبلها او بعدها عن الميعاد المعروف؟ لا هي ايام وحاجات برضو ايه، انا عايز اقول الظواهر اختلفت، يعني ممكن تلاقي مثلا حضرتك كان دايما في شهر 12 بيحصل مثلا ارتفاع لمياه البحر مع الامطار. الكلام ده حصل في شهر 11 اللي فات، البحر ارتفع، الامواج ارتفعت ومع الامطار شغاله برضه، فالتوقيتات والحاله والظواهر بدات تتغير شويه مع التغيرات المناخيه. طيب بالنسبة برضو لحالة البحر سيادة اللواء، هل تم رصد خروج للمياه على الكورنيش أو ارتفاع الأمواج بشكل مثلا أزيد من العادي أو أعلى من العادي؟ لا خلال الفترة الحالية بتاعت الست أيام دول ما حصلش الحمد لله ارتفاع الأمواج، الأمواج يعني من 1.5 ل 2.5، ودي ما بتطلعش مياه بره على البحر. احنا كل اللي يعني بيأثر علينا ساعات لما الامواج ترتفع عن 3.5 متر تبدا تظهر الميه تطلع من بعض الاجزاء في الشواطئ بتاعت اسكندريه. طيب سياده اللواء، احنا بالناس زي ما حضرتك ذكرت كده باستمرار مع الهيئه العامه للارصاد الجويه، اول ما بنتبلغ بان حاله الطقس هيكون فيها تقلبات مثلا خلال الايام اللي جايه، الخطه بتكون عامله ازاي؟ تحركاتنا بتكون عامله ازاي؟ استاذ محمد احنا طبعا يعني عندنا الاماكن اللي هي المرصوده على مستوى المحافظه اللي ممكن تجمع مياه امطار. عندنا خطه لانتشار السيارات والمعدات، بننشر العربيات والسيارات قبلها، يعني حضرتك التوقع كان يوم ليله السبت يعني، فنشرنا عربيات وبدلات من صباح الجمعه اللي فات، والمحطات لازم تكون كلها المحطات كلها في وضع استعداد ونفضي بياراتها اول باول. كل ناس تقول قياده الشركه الموجوده على مستوى المحافظه بالكامل، يعني يا موجود رقم واحد او رقم اثنين، وطبعا يعني بيبقى في استنفار وتنسيق كامل مع كل اجهزه في المحافظه برئاسه معالي وزير المحافظ يعني. سيادة اللواء، في رقم ساخن او في طريقه تواصل بين المواطنين وبين حضراتكم؟ تمام يا استاذ جمان، احنا عندنا الرقم الساخن بتاع صرف الصحي اسكندريه 175، وده نفس الرقم بتاع صرف القاهره 175 من التليفون الارضي او التليفون الموبايل 175. لو مواطن اي مواطن يتصل
هتلاقي حضرتك حد من عندنا بيرد عليه على طول وبيرد على طلبه يعني. والاستجابه خلال قد ايه يا فندم؟ الاستجابه فوريه على طول، يعني اقول لك احنا مستنفرين كلنا، يعني كل الشركه برجالتها بعربياتها معداتها موجودين على مدار 24 ساعه في الشارع يعني. طيب هل بيكون في تنسيق كمان يا فندم مع رجال الحمايه المدنيه؟ يعني هل عربيات شفط المياه بس اللي هي بتكون موجوده في الشارع، ولا في بقى سيارات اسعاف، في عربيات اللي هي بتاعه الحمايه المدنيه، عربيات المطافي، كل ده بيكون موجود ومستعد؟ كل الاجهزه التنفيذيه بقول لحضرتك مستنفره وموجوده، وكل واحد ليه مسؤوليته وليه مهامه، تنسيق كامل من خلال المحافظه مع الوزير المحافظ والساده النواب والساده السكرتير العام والسكرتير المساعد، تنسيق بينا وبين بعض. احنا في شبكه تسلكي بين كل قيادات المحافظه، في شبكه وصل بيننا وبين جميع القيادات، بنبلغ بعض على مدار الساعه يعني. طيب سياده الوقت، يعني دايما اسكندريه بتغرق في الفتره دي، حرفيا بتغرق، والميه بتبقى موجوده في الاماكن اللي فيها انفاق بالايام، ايه اللي حصل خلال كام سنه اللي فاتت؟ الحمد لله، يعني احنا عايزين نقول برضو يعني من 25 اكتوبر 2015 لم يتكرر حدث بتاع غرق اسكندريه، الحمد لله يعني فضل ربنا ثم جهود الدوله دعمتنا جامد جدا، وبدانا بخطه كده شامله رفع كفاءه منظومه الصرف الصحي اولا، وبتكلفه تتعدى ال 2 مليار جنيه، والوقت شغالين حاليا برضو بدعم كامل من الدوله في فصل مياه الامطار على مياه الصرف الصحي، برضو بتكلفه تتعدى ال 1.5 مليار جنيه. المشاريع اللي بتخلص الحمد لله كلها جايبه نتائج كويسه جدا، ما عادش بجمع مياه امطار، وباذن الله لما تكمل استراتيجيه الامطار دي يعني ان شاء الله كده يكون الامور افضل بكتير جدا وما يحصلش اي تجمعات اسكندريه بالكامل ان شاء الله. طب سياده اللواء، هل تم ابلاغ حضراتكم من هيئه الارصاد الجويه بانه هيكون في قريبا ايضا طقس متقلب، امطار غزيره؟ يا استاذ جمانة، هم بقول لك زي ما حكي بعتوا لنا لمده اسبوع، يعني النهارده مثلا الاربع هيبعتوا لنا لعند يوم الثلاث الجاي ان شاء الله يعني. هم يبعتوا لنا لو في شبوره، في مطر، في تقلبات، في ارتفاع امواج، بيبعتوا لنا كل حاجه. الامانه بيبعتوا لنا حوالي مثلا سبع لوحات كده بيانيه فيها كميه الامطار، فيها الاماكن اللي هتجمع فيها الامطار، فيها توقعات اللي يعني هتستمر قد ايه. وساعات يعني الست اللواء هشام والدكتوره ايمان شاكر بيبعتوا لنا على طول قبل، يقول لك مثلا في سحب جايه في اتجاه الشمال، في سحب جايه في الغرب، سحب جايه في في ساعتها قبلها بنص ساعه ولا حاجه. فالحمد لله بقول لحضرتك التنسيق كامل مع هيئه الارصاد الجويه، ونشكرهم جدا على الدعم بتاعهم. طبعا جهد محترم جدا يعني ان كان من قبل هيئه الارصاد الجويه او حتى من خلال حضراتكم. بس اخيرا يا ست اللواء، يعني هل بيتم الاستفاده باي شكل من الاشكال من مياه الامطار، ولا يعني على اي شكل بتصرف مياه الامطار؟ تمام يا استاذ جمان، احنا يمكن بس المشاريع اللي بنعملها حاليا كلها الغرض الاساسي منها نمنع التجمعات او نمنع اي مشكله او تكدس مروري او اعاقه مروريه على مستوى اسكندريه بالكامل. معظم المشاريع، لان الشارع بتاعنا كليه الهندسه جامعه اسكندريه، معظم المشاريع الحاليه اللي بيتم الاستفاده بميه الامطار، وبتروح على الاستفاده بيها في مشروع الدلتا الجديده الحمد لله يعني. نشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء محمود نافع، رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه، بنشكرك يا فندم.